اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، واللي هنشوف فيه اخر اخبار الترند المنتشره على السوشيال ميديا بخصوص اخبار الاهلي. البدايه من حساب الوطن سبورت، واللي خد خبر نقلا عن صحيفه تايمز الانجليزيه. يمكن الصحف البريطانيه في الايام الاخيره بتتكلم كتير على مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه، وسبق قلت لحضراتكم اول امس يوم السبت ان كان في اجتماع لرابطه الانديه الاوروبيه، ورابطه الانديه الاوروبيه وجهت الدعوه للفيفا لحضور هذا الاجتماع على هامش مباراه فاينل دوري ابطال اوروبا اللي فاز بيها ريال مدريد على حساب بروسيا دورتموند الالماني. في الاجتماع ده كان في توافق ما بين الفيفا ورابطه الانديه الاوروبيه بحيث ان يكون في تعاون وثيق وشراكه جيده من اجل تنظيم جيد لمونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه 2025. والبطوله بتواجه تحديات كبيره جدا تحديدا من القاره الاوروبيه، سواء من الانديه او من الاتحادات او حتى من رابطه الانديه الاوروبيه. ليه؟ قصه ان مونديال الانديه يتلعب بعد موسم طويل وشاق في الدوريات الاوروبيه بتبقى فيها جهد كبير جدا على اللعيبه، وكمان مطلوب ان بعد هذا الجهد الكبير يكون في فتره راحه سلبيه، فكل التفاصيل دي بتؤثر على انطلاق الدوريات الاوروبيه. فكان في كلام ان البطوله ما تتلعبش، ولكن الفيفا قدر يقنع الناس في اوروبا والمسؤولين في اوروبا ان البطوله تتلعب. دلوقتي الصحف البريطانيه بعد هذا الموضوع ابتدت تتكلم على موضوع اخر متعلق بالجوائز ومتعلق بميعاد القرعه. هنا كنت اكدت لحضراتكم باخبار مؤكده من مصادر رسميه في الفيفا بنتعامل معاها بقالنا اكتر من 3-4 سنين، والحمد لله بتبقى اخبارهم قريبه جدا من الكواليس والتفاصيل وبتعلن فيما بعد. جائزه البطوله مش هتزيد وانت بتشارك لسه في اول مباراه على 9 مليون دولار، وممكن يكون الرقم اقل من كده شويه، والارقام مش هتبقى مختلفه عن الارقام اللي تم منحها من الفيفا للمنتخبات المشاركه في اخر نسخه كاس عالم في قطر اللي اتلعبت في ديسمبر 2022. طيب ميعاد القرعه، احنا دلوقتي بنتكلم على تاكد تاهل 28 نادي، في حوالي 4 أو 5 انديه لسه ما تاكدش مين هيكون موجود، منهم كمان الفريق المستضيف بطل الدوري الامريكي اللي لسه فيه تصفيات بتتلعب ما بين ولايات الغرب وولايات الشرق. تعرفين الدوري الامريكي مش دوري مجمع، لا، في دوري بيتلعب بنظام المجموعتين، غرب الولايات المتحده الامريكيه في دوري وشرق الولايات المتحده الامريكيه في دوري اخر، وبعد كده في تصفيه ما بين الفرق المتاهله في الصداره. المعلومات اللي كانت عندي ان على اول شهر 7 هيكون في تحديد لميعاد القرعه، ولكن النهارده الوطن نقل خبر من التايمز البريطانيه بيتكلموا فيه ان القرعه هتتعمل في يناير المقبل، اي قبل انطلاق البطوله بحوالي 6 شهور. عموما هنشوف في الساعات اللي جايه ايه اللي هيحصل في هذا الملف اللي على فكره عامل ارتباك لكل الاتحادات القاريه، مش عارف هيعمل ايه في شكل المنافسات القاريه الفتره الجايه نتيجه بطولتين انتر كونتيننتال فيفا 2024 ومونديال الانديه 2025. طيب حساب يلا كوره نقل تصريحات للمدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، واللي اتكلم فيها أندريا أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي في تصريحات خاصة، قال فيها: لم نتلقى أي عروض من الأهلي لضم يحيى عطية الله لاعب الوداد السابق على فكرة، وقال: لم يتواصل معنا أي شخص، لدينا النية لبيع اللاعب هذا الصيف، لكن حتى الآن الأهلي لم يقدم لنا عرضا. وأنا بأكد لحضراتكم الكلام المنتشر في السوشيال ميديا وفي البرامج وفي المواقع عن تعاقدات بتتم مع لعيبة أجانب ومع لعيبة في الدوري المصري عشان الموسم الجديد كلها اجتهادات شخصية، في أفكار وفي أسماء مرشحة، ولكن إنك تكون دخلت خلاص بشكل رسمي وبتتفاوض الخطوة دي لسه ما تمتش. وقلت لحضراتكم التوقيت ده هتسمعوا أسماء كتيرة، ولكن وقت المرحلة اللي الأهلي هينهي فيها تعاقد بشكل رسمي ويعلنه هتلاقي اسم آخر ممكن يكون بعيد تماما عن الأسماء المطروحة في السوشيال. يحيى عطية الله اسم مطروح من السنة اللي فاتت، وأنا بنفيه من السنة اللي فاتت، ولكن هتلاقي اسم بيتكرر زي مدافع سوري. أنا فاكر قعدنا 3 سنين كل شوية يتقال اسمه إن هيكون أحمد الصالح، أعتقد يعني هيكون في النادي الأهلي، وفي الآخر لا هو انضم للأهلي ولا حصل اتفاق معاه ولا حصل أي يعني تعاقد معاه زي ما بيتقال في الصحف أو المواقع. كرة بلس بيقولوا بناء على طلب كولر الأهلي يبدأ التحرك لحسم 3 صفقات صيفية. طب هنا الكلام على 3 صفقات صيفية، منهم البوركيني محمد كوناتي مهاجم نادي أحمد جروزني الروسي، وده اتحط فيه خيار أول لدعم خط الهجوم، ده أول اسم، وحسب معلوماتي إن الموضوع أصلا يعني ما تمش بشكل رسمي،
وحسب معلوماتي ان الموضوع فيه تفاصيل كتيره، وحسب معلوماتي ان اللي بيتكتب اصلا على صفقه هذا اللاعب بنسبه 99% كلها غلط. حتى وكيله لما طلع اتكلم قال حتى تفاصيل غير اللي منشوره ومنتشره في السوشيال ميديا. بجانب المهاجم البوركيني مدافع جزائري لاعب اتحاد العاصمه زين الدين بلعيد، اسمه بيتردد من وقت ما كان الاهلي والزمالك وقتها بيلعبوا دوري ابطال والكونفدراليه، وكان لسه اتحاد العاصمه بيلعب ماتشات الكونفدراليه، ولكن برضه موقف تدعيم خط الدفاع حتى الان لسه ما فيش حاجه رسميه، ولسه ما فيش اي تفاوض حتى مع نادي الجزائري. ففي تفاصيل كتيره منشوره في السوشيال ميديا بعيده تماما عن الواقع والحقيقه، لان الفتره الجايه الاهلي عنده 9 مباريات في اقل من شهر، من 14/6 ل 12/7، 9 مباريات مهمه جدا. لسه هيبقى في اجتماعات مع مارسيل كولر، في اجتماعات مع لجنه التخطيط، في اجتماعات مع الكابتن محمود الخطيب. بعد هذه الاجتماعات هنبدا نشوف ايه الاسماء اللي ممكن تجي لها عروض رسميه وتمشي. هل في عرض رسمي لجيل عبد المنعم؟ لا، مفيش عرض رسمي. هل انت حسمت ان عبد المنعم خلاص ماشي؟ لا. فالكلام هيبقى كتير قوي، والنافيه هيبقى كتير، والاسماء المطروحه كتير، ولكن وقت ما بيتم التعاقد مع لاعب او الاعلان عن صفقه بنسبه 60-70% بتلاقي اسم كده جه من بره عكس الاسماء المنتشره. واضرب مثال وباكد تاني، اسم وسام ابو علي زي ما اتقال قبل كده ما كانش اسم مطروح، ولكن في التوقيت اللي الاهلي كان بينهي فيه صفقه بشكل رسمي وقتها طلع اسم وسام ابو علي، والاهلي ساعتها بيخلص معاه بشكل رسمي. لكن على مدار 6 شهور كل الاسماء اللي اتطرحت في السوشيال ميديا ما حصلش معاها اي حاجه بشكل رسمي. طيب نروح كمان لكرة بلس، وبيتكلموا على ان النهارده في تدريب اليوم كولر يقرر تصعيد عدد من الناشئين للمشاركه في تدريبات الفريق الاول، في ظل غياب طبعا عدد كبير جدا من الدوليين. كرة بلس والد محمد النني بيتكلم على ان بعد انتهاء عقد النني مع ارسنال بيقول انديه كثيره تفاوض نجلي، ولو تلقينا عرضا من الاهلي سنفضله على الدوري الانجليزي. معلوماتي ان النني مستقر على الاستمرار في اوروبا في تفاصيل كثيره، سواء هو بيلعب او حتى بعد الاعتزال. الوطن سبورت بيقول ان قرار عاجل من كولر في الاهلي بشان بيرسي تاو. تعالوا نشوف ايه هو القرار العاجل. الوطن سبورت علم ان مارسيل كولر طلب تجديد عقد بيرسي تاو واستمراره مع الفريق ورفض رحيله في نهايه الموسم الجاري، وانا معلوماتي ان عقد بيرسي تاو مستمر للموسم المقبل مش الموسم الجاري. يعني الكلام ان عقد بيرسي تاو هينتهي الموسم الجاري ده كلام غير صحيح على فكره. عقد بيرسي تاو لسه فيه كمان سنه يعني بخلاف الموسم اللي احنا فيه. وهل بيرسي تاو تلقى عروض رسميه؟ لا. كل الاخبار المنتشره في جنوب افريقيا وتحديدا من وكاله اس اي بي سي بتتكلم على ان في رغبه من نادي كايزر تشيفز لو تعاقد مع بيتسو موسيماني، ممكن يكون في اولويات التعاقد مع اللاعبين هيكون بيرسي تاو، ولكن دي افكار وطموحات بتتكتب في الوكالات الجنوب افريقيه، ولكن على ارض الواقع مفيش حاجه منها رسميه. نروح بسرعه كمان في ترند الاهلي ونشوف اليوم السابع بيقولوا عمر كمال يقترب من خلافه معلول في قياده الجبهه اليسرى للاهلي بالدوري. لسه في 10 تدريبات في الفترة اللي جاية فمش موضوع مؤكد. ملعب القاهرة 24 وزارة الرياضة سنتقدم بطلب لاستضافة السوبر الإفريقي على استاد العاصمة الإدارية. لسه بدري على الكلام ده، والكف النهائي العرض المالي الأكبر هو اللي على أساسه هيتم الموافقة عليه لإسناد تنظيم لقاء السوبر ليه، مش فكرة اللايحة وبطل دوري الأبطال. العرض المالي الأكبر، الكف عايز فلوس. فالأمر بعيد تماما عن اللايحة. خبر في الجول، الاهلي وصل لمفاوضات متقدمه مع الدحيل القطري لضم يوسف ايمن بشكل نهائي. هنعرف الكلام ده قريب جدا لما يكون بشكل رسمي. في اتحاد الكوره عايز بس اقول على حاجه، ملعب القرار 24 محمد صلاح اول ما وصل للمعسكر المنتخب وزع القمصان على زملائه. اول واحد خد القميص وتصور بيه ونام بيه كان احمد اوفا لاعب انبي، وصورته هي مع صلاح لما صلاح اداله قميص ليفربول وعليه اسم محمد صلاح. طيب في خبر مهم جدا، احمد فتوح تم استبعاده من معسكر المنتخب. طيب ادي الخبر معانا اهو على الشاشه، ولسه من شويه كنا بنتكلم مع زميلنا محمد زاهر على مساله مركز الظهير الايسر. وطيب خضع احمد فتوح لاعب منتخب مصر لاشعاعات تحت اشراف محمد ابو العلا طبيب المنتخب، وتاكد تعرضه لاصابه بالكاحل، وبالتالي هذه الاصابه هيبقى في صعوبه ان يلحق مباراتي بوركينا وغينيا بيساو. كابتن حسام حرص هو وكابتن ابراهيم على الاطمئنان على فتوح، متمنيين ليه التوفيق للاعب في الفتره المقبله والتاكيد على انه احد الركائز الاساسيه. طيب دلوقتي فتوح خرج من المعسكر ومحمد حمدي موقوف، مين اللي هيلعب؟ هل هناك فرصة لضم لاعب جديد؟
هل ممكن احمد نبيل كوكا؟ هل ممكن احمد رمضان بيكهام؟ الجزء ده كنت بتناقش فيه مفيش من دقايق مع زميلنا محمد زاهر، ولكن انا باكد لكم محمد حمدي موقوف. هل كان الافضل لجهاز المنتخب يضم عنصر جديد؟ ده هنشوفه في الساعات اللي جايه.